بعد بس ما في شيء دي لما الجوجنا بعدين الجوجنا بعدين الليليوم بعدين الراجل تسبلتون اللي هو السيطة هندكس سندين كولون ترانسبرس كولون سندين كولون سيكوين كولون بعدين شو رجل ايضا الكلام هذا اللي راح نعمله بهاي المحاضرة ما تدلنا حقا وعاد ما عمي نسوه زين علي اسم يسمك غير اتجاه الحسن اسم تسمع احسن شوية إذا ما تطلع بيه شني هل سمعنا أنت أكثر؟ أنا أردنا؟ إذا لكنه هو posterior راح يكون بهالحالة posterior towards
to the superior mesenteric vessels, artery and vein. The level are the level of the three vertebrae. The ascending part, which is the ascending part, 5 cm طولة يبدي on the left on the L3 vertebrae في الماشي يكون هاي السنة L3 vertebrae هذا الأسنبي بعد هاي L3 vertebrae it passes to the left of the aorta to reach the inferior body border of the body of the pancreas it curves anteriorly to join the jejunum of the jejunal flexure. يعني هذا بين الاسندنج بارت والفورث بارت والجيجنوم هذا نسميه فلكشر. الفلكشر سبورتد باي ما يسمى بالليجامنت اوف ثريتس. هاي الليجامنت اوف ثريتس تنزل من الرايت كراس مال الدايفرام. مصل فايبرز مال مصل وياها شنو؟ وياها فايبرز مال كونكتيف تيشو. تنزل على شنو سبورت هذا الجنكشن. سميها ليجامنت او ثريتس بس هي حقيقة combination من ligament والمصر نازل من الرايت كراس of the diaphragm. أكو مصطلحات لازم تعرفوها بالنسبة للجودنا ما يسمى بالأمبولة أو الجودنا كاب هذا كل شيء الأمبولة أو الجودنا كاب هي الفيرس 2 سنتيمتر من الفيرس بارت with the surrounded completely هاي الفيرس 2 surrounded completely by what? By peritoneum تابع للبايلوس والشو اسمه يصعد الليسر اومنتا ويصعد لنا للبورتا هيباتس المور الليسر اومنتا المور ليفت رايت بارت مالته الموست لك يسمي هيباتو دودونو ليجامنت عفوا هذا الليجامنت هذا هو من ضمن يعني الفيرست 2 سنتيمتر اوف ذا فيرست بارت اوف ذا دودونو هذا سراوندد كومبليتلي باي بريتونيوم الاذر بارتس اوف ذا دودونو از نوت كفرد باي نوت كفرد كومبليتلي يعني نوت انترا بريتونيوم الريترو بريتونيوم الأنا باص أو ما عدا الفيرست سنتيمتر لذلك الفيرست سنتيمتر بما أنه سبعة راح يأخذ راحته بالديستنشن مو مثل الريترو بريتونيوم لا كان الأجزاء راح يأخذ راحته بالديستنشن من راح يأخذ راحته بالديستنشن الميوكوزال فولد الداخلة أكو ميوكوزال فولد شلون بالاستومك ميوكوزال فولد شكل الميوكوزال فولد بالاستومك سميناها روبي اللي هي لونج ودنر بينما شكل الميوكوزال فولد بالسمول انتستين شنو شكلها سيركولار يسموها بليكي سيركولارس بينما بالاستومك نسميها روبي ماشي فبما انه الفيرست بارت الفيرست 2 سنتيمتر من الفيرست بارت قبل دودنر not covered covered completely ياخذ راحته بالديستنشن فالدم اللي بيكوز الفولس ما عادش راح يتدمر راح يعني يروح الديستنشن احسن زين فالوول مالته راح شي يكون سموث مثل ما شفنا من الناحيه مو واضح هاي الصوره اللي هي اكثر شيء هاي الفيرست 2 سنتيمتر او الفيرست بارت اوف الدودنم هي معرضه الا للالسر للدودنم الالسر فيرست بارت أول شيء هو المستقبل الأكل اللي يجي من الاستمرار إذا كان كلش حامض وما عنده هي استعداد تقبله ممكن يصير أثر خارجي. النص ال 3 سنتيمتر من السوبريا باب هذا باس مثل ما قلنا إتز ريترو بريتونيوم. هذا جدول ريليشنز سوبريا باب شكو انتريور إلى من ستراكشر شكو بوستريور ميديال سوبريور انتريور. واضح؟ لأن الريليشن الطلبة عالية لكن هي مطلوبة لازم تعرف الأرتيريال سبلاي قديم من المدينة سبلاي جمارتي الأرتيريال سبلاي من يجي؟ هاي الصورة اللي عندكم on the left side on the left side يجي من الجاس قديم من الأرتيري هو برانش مية هيباتيك أرتيري هيباتيك أرتيري برانش مية مسيري أرتيري من الأيام زين و الأذر
النيوتريشن مانجينج للإنفيريا بكرياتيكو ليبرال آرتري هو برانش مين المسوكوليا المزنتريك آرتري المسوكوليا المزنتريك آرتري هو برانش مين إذا الاثنين اللي سوون آرتشز أراوند ذا دودلا سبلاي أوف ذا دودلا يعني الدودلا هو عبارة عن نيوتريشن جاي من السيليك ومنين من السوكوليا المزنتريك لذلك الجزء اللي فوق مثل ما أقول فوق اللي فوق المصب مال البنكرياس والدودنا الأم كله هذا تابع علما للفورغات واللي جواه تابع علما للمدقات الفورغات سبلاي باي سيليك آرتري والمدقات سبلاي باي سوبريا مزنتري فالدودنا هو النيوتريشن الجاي مال البنكرياس الفينس درينج سوبريا البنكرياس والدودنا الفين يروح علما للبورتال فين والإنفليا بالكريات التردد الأنفين يروح يمقل السوبريا ريزلتين يعني للبورتال سيستم الفيناس الدرينج النار سبلاي سمباثاتيك برا سمباثاتيك السمباثاتيك السيجمنت وضحت لكم بالمحاضرات شنو السيجمنتال ليفل قلت لكم يعني شنو معنى السيجمنتال ليفل مال السمباثاتيك وفهمتكم بيه بعد ما راح أعيد مرة ثانية وانت لازم ورا المحاضرة ترجعون يعني ما فهم الفكرة يرجع المفروض يراجع الكلام اللي يطيقه بالمحاضرة فالسيمباثيك سيجمنتال ليفل هو تي 9 تي 10 هذول الليفلز كلش مهم السيمباثيك ليفلز كلش مهم فيكم كلينيكال يعني تي 9 تي 10 وين الامبلايكس تي 10 وصحيح الدرماتوم مال الامبلايكس تذكر شو اسمه الانرفيشن مال طيبكم يعني الانرفيشن مال الانترلاترال ابدومينال وول الامبلايكال هذا level of the T الدرماتومال innervation مالتهم T10 فT9 T10 يعني إذا واحد صار عنده دودنا الألسر الألم ما وين يصير أكثر شيء فوق العين الreferred pain دائما يمشي ويانا هي السمباتيك الreferred pain مال الجي آي تي والدرابيتيز يمشي ويانا مال الجي آي تي والدرابيتيز مال يمشي ويانا هي السمباتيك هو الباراسيمباثيك فمن أقول لك سيمباثيك T9T10 قبل شو تخلي بالك أنه إذا صارت مشكلة بالدودنا كلينيكالي البيشنت وين نزل بطنه دائرة دائرة صغيرة وفوقها شوي خلي بالك شنو هذا احتمال عنده قرحة إذا الألم جوا الصغيرة يجيك واحد ألم كلش قوي جوا الصغيرة المشكلة وين؟ باللاج التسليم بالكولوم وإذا أصرنا وفوقها يعني المشكلة وين؟ تسمون واضح الفكرة عندكم هذا كل شيء مهم كلينيكال يعني في دكوات عمره كلينيكال تعرف أنه بسرعة إذا لزم البريض مطلب الإبيغاستريك ريجن وجوه شوية الإبيغاستريك ريجن احتمال هاي المشكلة عنده بالدودينوم أو الليفر هنا تبدأ الانفستيجيشن مالك أول investigation تبدي بيه كباليت شو تسوي؟ clinical examination اثنين مع السيدة وتفاصل other investigation يعني التحري عن الديزيز الدزة شنو؟ ultrasound الدزة analysis تحاليل وهكذا على موت نعم انت راح تخلي بالك شنو؟ خلي بالك عدة احتمالات حاول تحصلها باحتمال واحد for one disease يعني انت متأكد منها depending on clinical examination and other supporting analysis مثل الألتراسام مثل البس والتحاليل الدزل المحتمل وهذا هي هاي simple thing هي اللي تخليك طبيب ناجح والأمور اللي complicated حاول تسهل الأمور عليك عندك منتقل مو وقت السؤال زين الباراسيمباثيك نيرف من يجي من الفينس زين عندك الليمفاتيك درينج الليمفاتيك درينج دائما انا قلت لكم البلاد سبلاي مين يجي من السيليك ومن المين ومن السوبريال ميزنتري من السيليك قلنا المين غاسترويد قلنا الله هكذا ما نسترجع الحكي ومن السوبريال ميزنتري المين قلنا عليه الانفيريال بنكرياتيك قلنا الارتري وهكذا زين علي ف الأوريجين مال السوبريال ميزنتري والأوريجين مال السيليك
قلت لكم دائما شوفون دائما دائما اذا تروحون على كدبرز وش يروحون الى كدبر فريش شوفون دائما في الشبكه وفد عقد دائما دائما العقد تابعات للنفلوس والشبكه هاي كلها تابعات شنو سنقطتك الى الريجن ما سنقطتك وقرا سنقطتك مخبوبه على ما تمشي وين وين بالبزر تروح تسبلاي السنقطتك العقد النفلوس الى الريجن بزر ما تمشي على الوور مال البلد سبلاي فإذا مال فوق الـ فوق الدرينج مال البنكرياس البدودنال أو كله فوق الدرينج مال يعني وين راح يروح هذا للسبلت واللي جوا السبلت والزبلت واضح هذا الحكي يطبق على الكل راح تجيكم بس الحكي مال الأرز ما راح تجي يعني حكيت لهنا وكافي على ود نحي أول شيء صايمين وما بين حين وساعدين لهنا ولكل فكرة الجوجنوب الإليوم الأذى قاس الجوجنوب بكل معلومات بآذى الجوجنوب بدون الجنشي الإليوم نهاية الوين يصب وين بالسيكم آذى إليوم سيكم جنشي الجوجنوب الإليوم طولها 2 من جهة 6 إلى 7 6 إلى 7 الجوجنوب تقريب مشكلة 5 إلى 7 تلفخ العبور 50 طولة 50 الطول مالته 50 6 مترات والإليام تلفخ ماس يعني ياهو أطول الإليام جيت أنا بالعملي قلت لكم الإليام دائما بالأبرقات بالأبرقات العبو الجوجنا بالأبرقات وما غدل جهة اللف والإليام للأبرقات وما غدل جهة للأبرقات سايد أو دمائي الرأي سايد أو دمائي زين عليك هنا نهاية في الديفرنشيشن ما بين الإليوم والجوجنوب ديفرنشيشن يعني كومبارزين بالليفين بيرسن شوف مش مكتوب فوق عنده جوجنوب والإليوم عند الليفين بيرسنز يعني مو كدبر إذا جبنا كدبر وفورمالين لو هاي محمد تعال تعال لي دكتور وقارن لي بين الإليوم والجوجنوب لا على ما لا كون واحد بالعمليات أطبق للعمليات وقصتك بطنه وأقول لك شوف الجوجنوب هذا شوف هذا الإليوم شوف شكله وشوف مختلفات طبعا بالكلب والكلبة والوور فاسكولاريتي والبلد سبلاي طريقة البلد سبلاي مالتها إضافة للإنر وور مالتها تشوفون الإليوم طبعاً هاي ما مذكورة بالجدول بس لكنه بالصورة مطلوبة بالمقارنة شوفون الوور مال السمول انتستين جوه وشوفون الوور مال الإليوم يعني البليكي سيركولارس مال الجوجنوم والإليوم البليكي سيركولارس كلش قريبة الطيارات مالت بالجوجنوم بالإليوم شنو متباعدة ليش الجوجنوم قريبة ليش بالإليوم متباعدة شنو السبب احنا نريد نأخر الأكل لا يمشي بسرعة فإذا من أخر شو نسوي نزيد الطيارة وإذا لا أريد نمشي ما أريد بعد بدنا حاجتنا من عندنا بالإليوم يعني قريب الإليوم تبدي لك تسير فلا بس أنا راح تعمل بالزحمة من عندي مش عايز فشوفوا الطيارة ما نبدي تسير فلا بس قليلة وين بالإليوم الإليوم بيشيو بهواية فارس باتشس بينما الجوجي مملا ليش فارس باتشس موجودة بالإليوم ما موجودة بالجوجنوب شو السبب؟ شنو هي الفايربارز؟ ماشي عرفوا على ما خلينا الميزنتري الميزنتري أو الجوجنوب مال الإليوم حكينا ما يفعش هذا السلايد راح أعرف حكيت الفريق مستوى فين الحكي إلا اللي يباوع بعينه وقلبه نايم من شاف هاي مو مشكلة مشكلة هو قلبه عاد شو يسوي لك؟ قلبه كعبه شو يسوي لك؟ الله ملك وزاك ما وعد ملك وزاك هو قاعد ويسمعني ما يعرف الاكل من الفين ما يعرف النير ما ادري يجيبون حجم ما ادري منين ما ادري يجيبون حجم انت قاعد هنا شنو قاعد هنا؟ وين تجي؟ لا تبي سبلاي منين يجي بالنسبة للجوجنوب والإليوم؟
السوبريم زيتريك اكل. السوبريم زيتريك اكل يطب بين الروس مال المزيتري ويروح ينفش الماء. زين عليك؟ الجوجنال إليا برانشز from the superior mesenteric artery. يعني من السوبريال مزنتريك artery نهاية السوبريال مزنتريك artery نهايته ما نسمى بالإيوسيكال artery. لسه نبي عمل الإيوسيكال artery بعدين. عموما في البلاك سبلاي اوف ذا جوجنال ادريوم از فروم ذا سوبريور مزنتريك artery عن طريق الجوجنال إليا برانشز. الفينوس درينج وين راح يروح؟ طبعا السوبريور مزنتريك الليمفاتيك درينج او الجوجنال ادريوم. هاي الهوس اللي سويتها هاي كلها جاك يكون شورج الليمفس يبدي من الجدار مال الانتستين وبعدين يروح يمشي بالمزنتري الى وين يوصل بعدين نهايته؟ يوصل للليف نوتس اللي هي around the origin of the superior mesenteric artery. هاي الحكي كله جاي اقول ماكو هذا واحد اثنين ثلاثه اربعه. هاي الليف هو شنو؟ فلويد ماشي موجود بين الخلايا. ها جاي بدي من الوول مال الانتستين ينسحب من الوول مال الانتستين يروح من الجكسترا انتستينال ليمف نودز. جكسترا صف الانتستينال وول مال الانتستين. بعدين من بعد جكسترا يطلع من عندها فيزلز تروح لنا للميزنتريك ليمف نودز. وبعدين لنا للسنترال سوبيريور نودز. وبعدين الانفلت كل السنترال تروح للليف نوتس اللي موجوده around the origin of the superior mesenteric artery origin. بس هي ملخص الموضوع هذني. هذا الحكي اللي حكيته كله هذا زاد حكي زاد يعني لكنه بالنهايه اللي فات الدرج وين يروح؟ للسوبريور اوريجن. واضح؟ بس هذا الاطلاع هذا اللي حكيته قبل شوي الاطلاع هذا شنو ليش حكيته؟ هاي يعني ما راح اعيد الباب. هو المفروض اعيد كل ساعه يعني بالدودنام اعيد. ف حكيتها بس بالدودنام من باب انه هو يقول لكم الليف شلون يجي بين يجي بعدين وين يروح يتغير. مو بس مجموعه الليف نوتس اللي موجوده اراوند الاوريجنال بس لا اكو مجموعه الليف نوتس بعدها لان المجموعات الليف نوتس هذول اللي عندهم مثلا الليمفوما سرطان الليمفوما اللي هو سرطان الهيمة هذين الليمف نودز. إذا أقول الترا ساوند من هذول هذين الليمفوما دائما عندهم ابدومينال بين يشكون من ألم البطن ويشوفوا وجهه أصفر رايح تعبان زين في أنيميا زين. أول ما يجي يتباوع له أصفر ويشكي من بطن وجهه أصفر ويشكي من بطن. دزيته لم السونار أو السونار يقول لك هذا كوما عنده عقد نفاوي الليمف نودز إلا هن هذين الليمف نودز واضح اللي هن الجكسرا انتستينال واضح وش من غير يعني السوبريال يعني انت دخلوا نطاقكم بس اراوند ذا اوريجين الليمف نودز هذا قصدي وهذا بس واضح يعني اكو اكثر من الليمف نودز يعني اكو شبكه مال الليمف نودز وحده تطلق الثانيه الى ان يوصل الليمف نودز الاصليه اللي وين موجوده اراوند ذا اوريجين اوف ذا والليمف نودز الاصليه هاي هم اصليه بعدين الصعد الليمفاتيك درينج مالته وين يوصل؟ السيليك للسيليك. والسيليك وين يوصل؟ سيستيرنا كايلي. سيستيرنا كايلي وين تودي؟ للثوراسيك. شوف هذا المفروض انتم عندكم عليه للثوراسيك دكت اون ذا ليفت سايد اون ذا رايت سايد رايت ليمفاتيك دكت ثوراسيك دكت اون ذا ليفت رايت الثوراسيك والليمفاتيك وين يوصل؟ وين يوصل؟ يمشي يطب اليمين ويطب الايورتا من الدايفرام يطلع من الدايفرام يطب من الدايفرام يصعد وين الفراسك بعدين وين يصب؟ يصب على ذا جنكشن اوف ذا انترنال جوجولار والبريكوسيفاليك فيس. يسوون
هاي يسوي الرايت والليفت بريكرسي مال الفينز وبعدين تنهل الرايت والليفت بريكرسي مال الفينز تحت الاون ذا رايت صبر وين صبر بالسوبريال فينا كارا فالثوراسيك ده اللي ينم الليمف اون ذا ليفت سايد اوف ذا ابدومين والرايت ليمفاتيك ده اللي تلم الليمف هذا اللي اراوند ذا نوتس اوف ذا اوريجنز اوف ذيس اب مين ارتريز لما الليف كله صعدة بعدين صبه وين ترجع رجع للفينز الفينز الرئيسية اللي قبل يتحدث مع الانترنال جوبيلا والبريكو سيفاليك أول ما يتحدث يسمون البريكو سيفاليك بير اللي يصبه مني on the left or on the right on the left نسميها thoracic duct on the right نسميها right lymphatic duct هذا الفينوس درينج حقيقة الليمفاتيك نوتس هاملي بالاناتومي لكنه ملخص على اللي يحكي نفس الطلاب بجينا يسرج بيجي سيمباثيك باراسيت هذه الحكي الحكي الوايد بيها اللي هو ينطبق على كل الامور السيمباثيك منين يجي في المعضله تيتين يعني اذا يجيك واحد يشكي عصبي اذا مصره ما توفوا يقول لك مش دائما دا مصره وفوقها يعني المشكله وين بالاسمول قلنا يا اما جوجنا يا اما جوجنا يا اما ليجو واضح سبب زين المين يجي السبب حكيتلكم اياها حكيتلكم اياها سبب كتلكم الكروس سكشن يسوي سبينال كورد شنو السيجمنت اللي هو مين تجي وتتجمع الفايبرات بعدين شو تسوي؟ تسوي سينابسز وياها ويا هذي السبعتين اللي اون اي سايد اوف ذا تبقى كونر والسبع هنا شنو؟ سمباثيك ترانكس سمباثيك ترانكس يعني هذي اللي طلع لهم السيجمنتر اللي رسمت لكم صوره ليها من الجراي ماتر هاي وقلنا اكو انتيريور هورن وبوستيريور هورن واكو شنو قلت لكم اكو لاترال هورن لاترال هورن هذي الخلايا مال السمباثيك تطلع من عند النيرفز تسوي سينابسز ويا من ويا السمباثيك ترانك سينابسز ويا السمباثيك ترانك بعدين منين تطلع من عند ايضا نيرفز نسميها بوست سينابتيك سمباثيك نيرفز اذن البوست سينابتيك سمباثيك نيرفز يتجمع يسون نيرفات جمرات يعني اكبر اللي هن شو نسميهم الجريتر سبلانتيك والليسر سبلانتيك والليس سبلانتيك الجريتر سبلانتيك مال تي 5 للمال وين هذا كمان والليسر مال ما ادري منين الى وين واخر شيء عندكم الليسر سبلانتيك يعني لما كلهم بوست سينابتيك يعني سوى شنو سينابسيس ويا من وين لمفاتيك لمفاتيك ترانكس هذا حكيته هنا هذا السينابتيك الباراسيمباثيك جيجرام من يجي؟ يجي من الكيفيرس بس يا عمي كسر الانتريار من البوستيريار الانتريار لوين جبتي؟ ممكن يجي بسطان قلت لي سوى والله انا اسيبه هنا انا وين راح يروح الباراسيمباثيك؟ وين راح يروح؟ هسه السيمباثيك عرفنا من يطلع من الجريت من اللاترال هورن هذني ويروح لل يسوي سينابسز ويا السيمباثيك تطلع هذني سيمبلانتيك نيرفز اللي حكينا سيمبلانتيك معناتها حشوي هاي حكينا زين الباراسيمباثيك من يطلع من الفيغاس هذا شنو بري او بوست سينابتيك بري سينابتيك البوست سينابتيك ما تسوي هم اكو هيج سيمباثيك ترانك لا الجنجلية مال البوست سينابتيك مالته موجودة وين؟ على الوول مال الانتستين اللي هي من هي الوول شو اسمها؟ ماينتريك موجودة على الوول بالسبوني الفوزي مال الوول مال السمول الانتستين من عندها سوي هناك سينابسيس والبوست سينابتيك تطلع مال واضح؟ هذا ملخص يعني جنرال هذا الحكي جنرال هذا سايد حكي مال كل واضح
هنا رقم 3 شو السلسلة في زرار أثر؟ هذا خليتها كلام جنرال. قلنا السنسيشن مال يعني اللي يجي عنده ألم مثلا أرام دي البلاك فوقها قلنا منه بس ما لم تسأل بس إتس أذيك إمبريشن يعني في التعبير مو واضح يعني شو اسمه لم تسأل حدد لي حدد لي هذا اسمه الدودنا الجوجنا والإنيا بالإحدام ما أقدر تقول لي ليش شو جاوبك تقول لي لأن هذا سلسلي بزرال أثر شو تقول لي لأنه سلسلي بزرال أثر يعني مو إكزاكت لوكيشن السلسلة بزرال أثر it is almost always it is not يعني ليش اللي يحدد لك مكان المصدر الألم منين ويكون ذاك بين يعني تقول ما مرتاح تقول لك ما مرتاح مثل الألم اللي وين تتش البارايتال بريتونيا وين راح يصير عندك شنو سوماتيك يوس فيزرا سوماتيك لا من تتش البارايتال بريتونيا يعني مثلا الابندكس وقلت لكم البيت الالم مالته يجيك اراوند البلايكس ليش؟ لان السلطات هذيك الانرفيشن مالته تيتين هسه نرجع لها تيتين تي 11 تي 12 واضح؟ السلطات هذيك الانرفيشن فيجيك اول بدايه الالم الراوند بلاكس وجواه يعني دار بلاكس وجواه مو فوقه ليش لان الابندكس تابع لنا اللارج انتستين اي الم يطلع من اللارج انتستين ايضا الراوند بلاكس عنده فالفيز عموما معنى كلامنا انه الفيزرال بينز ات از اولموست اولويز ات از نوت يعني ما تحدد لك المكان مال الالم بالضبط تعطيك بيت بس تقول لك منين جاي من السمول من اللارج انتستين نعم لكن تحدد مكان وين من اللارج من السمول انتستين لا الفيزرال بين اللي يحدد لك اياه منو سوماتيك انرفيشن سوماتيك انرفيشن يعني فصل بين السوماتيك والفيزرال انرفيشن هذا هم ملخص للكلام اللي هم لخصته بهذا السلايد كله يعني من راح اجي على الباقيات نسيروني لان تلخيصه بهذا السلايد ملخصته بهاي الصوره الحلوه اللارج انتستين من يتكون من الناظمين بالسيكا السيكا طبعا من ضمن الابندكس كولون الاسندنج ترانسفيرس اسندنج سيجمنت اما يكمل ايضا تمام اجيت لكم بالعمل شلون تميزون اللارج من السمول انتستين صح لو لا؟ بالوورز الوورز هذا اكبر هذا اصغر الكونستريشن التيميا كولاي زين عيني والابندسز ابيبلويكي قلت لكم شنو الابندسز بالعملية الابيبلويكي هي عبارة عن فاتي تشو محصور داخل الفيزرال بريتونية والفيزرال بريتونية بيحيط اللارج انتستين وهو داخل يعني نسوي له باوتش ابيبلويكي ابيبلويكي الكيميا كولاي من توصل للركتم شو يصير بيها؟ تنتهي يصير بيها ديفيوجن هي لونجيتودينال سموث ماسلز تتجمع بالسمول انتستين من تتجمع الجمعة مالتها مثل ما شلون أمك من تريد تخيط الشسلة عبارة عن أوبرا أوبرا وخيط فشو تسوي للوول مال انتستين تلمى مثل ما أمك مثلا تريد تخيط مكان تسوي هيج وجارته هيج لمت لك المكان اللي تريد تخيط جارته جارته فهاي تطبق الأورا طبقتها من أول جرعة ما جرت هي جرة واحدة لا سوت لك انبعاجات هاي الانبعاجات هي الكونستريشن مال الوول فالتيميا كولاي اشتغلت شغل الخيط والأورا شغل الخيط والأورا على الوول مال اللارج انتستنس وسوت هذا الكونستريشن فالتيميا كولاي من توصل الوول مال اللارج انتستنس ايش راح يسميها ما راح تتجمع مثل جمعة الأورا والخيط لا راح يسميها ديفيوجن يعني راح تحيط all the wall around the wall of it فالوال مال الركتر مش راح يصير راح يصير سموك ما بيتين يكون لاي بوستريش هاي الركتر بعد منه عندنا الابندكس الابندكس ايضا الوال مالته ما بي بوستريش حالة حالة واضح لذلك الجراحين لذلك الجراحين شو يسوون؟
من يوصلون السيكا مرات الابندكس يتيها عليهم. الابندكس يتيها عليهم. شو يسوي؟ يجون اصبعهم على التيليك ولا يخلي اصبعه ينزل وين؟ من يوصل السيكا؟ يشوف وين نهاية التيليك ولا السيكا؟ نهاية من يوصل لنهايتها؟ هو قريب نهايتها؟ لقبل الابندكس. انا ما بدي قصر. مرات يتيها عليهم الابندكس. يدوروا ريتروسيكال ماكو، يدوروا تلفيك مو تعرفون البوزيشن مالته يصير يجي عنده بي عنده بوزيشنات زين ما ينجو. فهنا بهالحاله شو يسوون؟ عالتينيا كولاي يوصلون للسيكم، خلون اصبعهم على السيكم والتينيا كولاي مال السيكم وينزلون هيج يشوفون وين نهايه التينيا كولاي مال السيكم. نهايتها كانما تريد تنتهي هي هاي بدايه الابيكس. قال فهموكم الجماعي السيكم والابندكس مثل ما قلت. السيكم والابندكس هم بداية اللارج انتستين. السيكم لارج باوتش يطلع من عنده هذا الدايفرتيكولر ميكلز شلون الميكلز دايفرتيكولر طالع من السيكم نسميها ابندكس. زين وقلنا الوول مال السيكم شنو؟ الوول مال الابندكس. السيكم all of it surrounded by mesenteric. يعني السيكم شنو؟ انترابيتوري. والابندكس ايضا انترابيتوري. الابندكس بي ميزو ابندكس بي ميزو ابندكس لكنه السيكم ما بي ميزو ابندكس. هذا شوفوا ميزو ابندكس مال السيكم العفو مال الابندكس. السيكم لا ما بي ميزو ابندكس. السيكم من يحيط من يكون انترابيتوري راح يصير في سبيسز داخله فضاءات spaces اللي هي تابعة من هاي spaces للارج بلدونية كانت ممكن يصير بيها تجمعات مال fluids إذا صارت ascites أو تجمعات مال abscesses إذا صار عندنا peritonitis داخل السيكم. زين مثل ما قلنا appendix تقريبا هو attached to the posteromedial part of the cecum. هذا السيكم على anterior surface market بوسترو ميديا. شوفوا هنا هاي قلت لكم عليها شوفوا تينيا كولاي. شوفوا هنا توصل الى الابندكس تنتهي فيعرفون انه الابندكس اذا مرات الجراحين يتيح عليهم بالعمليه الابندكس. فشو يسووا؟ خلوا اصبعهم على هذا التينيا كولاي ويمشون عليه وهم يوصلون بالنهايه شافوا انتهى التينيا كولاي يعني هاي بدايه منه بدايه الابندكس يطلعون الابندكس طلع بس اذا يعوف هال شو اسمه هالطريقة هاي مرات يتيها على الابندكس يظل يدور على ما يرجع. زين ليش؟ لأنه هاي المنطقة اومنتم على ليرز مال التريتونية وخاصة إذا انفكشن فلويد ما فلويد إذا ربشر الابندكس إذا ربشر عندهم الابندكس مرات يتيها عليهم أيضا يصير ربشر لأن المنطقة تصير كلها شنو بلاد فلويد فلازم يسوون هاي الطريقة على التليفون. 50-60% الابندكس هو الريتروسيكال يعني خلف السيكم هنا هذا الريتروسيكال هذا السيكم انا ذكرت بس من 60 و 20% بالبكس الاله بعد تدرى 16% او 6% ما عليه دليل لا مش يحبوني بس واضح. الارتيريال سبلاي والفينس درينجر بس كمان الابندكس. الارتيريال سبلاي منين يجي؟ من اليوم اليوكوليك ارتري اللي هو برانش البيت ولسه صغير زي البنك زين. الابندكس الارتريال سبلاي مالته يجي من اليوسيكا يطلع برانش من عنده من اليوسيكا ارتري نسميه ابندكيولا ارتري من اليوسيكا اللي هو الاندنج بارت اوف ذا سوبريال ميزنتري. الفيروس اللي هو وين راح يرجع؟ يرجع للسوبريال ميزنتري. اللمفاتيك درينج وين راح يروح؟ يروح لل ما راح ارجع للسلايد هذا اللي قبل شوي شوفوا الجكس تاو بعدين شو اسمه لا راح اقول لكم قبل مزلتري وما راح اقول لكم بعدين السفره مزلتري فراس الدم وغايه لمفات الدم وبعدين يصعد وبعدين يروح ليش؟ لان المفروض عندكم باك جراوند على الموضوع هذا المفروض. الانرفيشن اوف ذا سيتم اوف اندكس مين يجي؟ سؤال عفو الانرفيشن سيتم دائما تجي تقول
او الاداه اللي يستخدمها الراتب يفوز يعني جوا جوا شو جوا الصرة الراتب الصرة في كي جوا الصرة تبدي في إله يعني أنت من واحد تكسب باللي سبقت في الريش باللي في كي في شنو في لا إله في إله إله بالإنزل صحيح في تي تي إله تي توال الفرس الفرد كم يجي للفيروس بقى سنتري على الفرسين هذا الحكي قبل شوية حكي بالإسلام هذا اللي جاي شو جو وين تكش بعد الجزرة بريطانيا وين تكش ما راح أحكي الكولر الأجزاء ناقل أسندي الفازجرز أسندي سيكنويد وهكذا نجي للأسندي الأسندي باس السوبريا اللي هو نراي سايدر بين دور وكاد صحيح؟ عند رأي صحيح يعني دون المرضى لأن هو ما عنده علم بالأناتومي اللي نجي يقول لك دكتور أقول لك بس هاي الصفحة توجع اللي يبلغ أقول لك بس هاي الصفحة اللي يسرى أقول لك بس هاي اللي مناله توجع قالوا لي قانون عصب زين القانون العصبي شلون يصير هنالي مرات يجي شنو لازم جو الإمبلايتس يقول لي قانون عصبي شلون قانون عصبي هو يلزم يلزم جو الامبلايتس يلزم يعني الالم هنا جو الامبلايتس يدري هو القالون بس الترانسفيرس مع بعض بس الهنال يلزم بطنه هنا هذا القالون يعني اذا لزم بطنه منا هذا مو قالون يعني الاسندنج اذا لزم بطنه منا شنو هذا الديسندنج والليفت سايد الديسندنج واذا لزم بطنه من جو يعني هذا ما في قال شاعر بس سيجمويد ام كولون وصحيح هذا اللي كلهم كولون فتقول لي ترى قولون صاعد ومستعرض ونازل صحيح ولا دكتور هذا يعني يكون كلني يحس بالألم بين ولا مرات حسب البلازس هذول اللي يصير عندهم قمر دائما الاسندنج او شيء شنو سميه ستيج اللي عندهم قمر دائما واضح ومرات اللي عندهم يعني كونستيبيشن قمر فتره طويله تقدرين شو تسوين؟ أنت تحسسين الأسندنج ماكو تحسون حتى بطعجة الفيسس إنستاكوش وخروج يعني زين حتى بطعجة الفيسس تحسبي من مكان الأسندنج يفزل هذا كله كلينيكال يعني السرعة ليش هذا شنو؟ لأن عندك باكو جراوند مال شنو؟ الأسندنج فالأسندنج يصعد من هذا جو الليفر سوي كافي حول الى ما يسمى بالترانسفيرس عن طريق الهيباتيك فلكشر او يسميه الرايت فلكشر رايت كولوريك فلكشر زين هو نرى ورده بسيكر طبعا السيكر كل شيء بالباوتش كبير لا شنو ريترو بريتونيال اكو بعض الكدماس انترا بريتونيال يعني مرات اسين كولون بيشيلوا بيمزلته بس اليا ايش كم إيش قد نسبة 25% يعني 10 جثث من البصمة منها تلقى السيكم الأسندين كولون مالته يشيلوا مزدد العفو إذا 10 قصيت إذا 10 إذا 25% من عندهم إيش كم واحد يعني من 10 ثلاثة تقريبا ثلاثة إلى أربعة تقريبا تلقى ثلاثة إلى أربعة يعني تلقى عندهم الأسندي كولون شنو؟ في مزلفة الأسندي هو الأسندي كفر باي كريتونيوم أنترو لاترال اللاترالي on east side المال الأسندي هو الأسندي يعني لاترالي on east side مو الإنر سايد باي لأنه شي سن الكريتونيوم من كفر بيت وكفرد أنت أنتريال سيرفس مال أسندي وديسندي يروح شي يسوي البريتونيا اللي يروح مور ديب تسوي بعدين ريفلكشن على البوستيريال أبدومينال تروح مور ديب هاي عملية رجوعها مور ديب البريتونيا على الوول مال الأسندي وديسندي تروح مور ديب وبعدين ترجع هيك بتروح مور ديب ايش راح تسوي الكونسيلك فالطعجة على اللاترال سايد مال الأسندي وديسندي هاي الطعجة مثل الباوتش يعني مثل النزلة قوية هاي نسميها
الباراكوليك جتر، بس صاروا الاي سايد الانر سايد مالتهم لا ما بيهم حاجه، واضح؟ نسميها باراكوليك جتر. يعني الباراكوليك جتر هي شنو؟ هي في منطقه انتقال الفيزرال بريتونيوم الى شنو؟ باريتال بريتونيوم، منطقه انتقال لكنه نازل زايد، صار شلون سبيس كلش خسفه بيها، نسميها الباراكوليك جتر. لارس لاترال تو ات الارتريال سبلاي او بي اس ان كولور ميليجي عن طريق يا ارتري رايت كوليك ارتري رايت مثل ما تشوفون هذا السؤال رايت كوليك ارتري ويا الميدل كوليك والإليو كوليك عن طريق اللي يسوي شنو؟ الأنستموسيس. But this is mainly from الرايت كوليك، واضح؟ والأنستموسيس ما بين الإليو كوليك والميدل كوليك أيضا يجي نيوتريشن من هذول الأرتريز. جيد. الفينس وين راح يروح الفينس درينج؟ بالسوبر ريزلتريك فينس. الليمفاتيك درينج بالسوبر ريزلتريك ليف نوتس. النيرف سبلاي T10 T11 زين علي، والفيغا النيرف سبلاي للفيغس الباراسمبتيك يعني. الترانسفيرس كولون شوفوا تجاوزنا السلايد واحد اختصرناها ليش. لارجست موست موبايل بارت واللارجست اكبر موست موبايل بارت ما راح احكيكم هذا السلايد راح اعوضه، بس اقول لكم انه للهيباتيك فلكشر اللي هو منطقة الانتقال ما بين الاس ان جي والترانسفيرس يتحول الى ترانسفيرس كولون. الترانسفيرس كولون اون ذا ليفت سايد اللي يوصل السبليل شو يسوي؟ يسوي كيرفنج. هاي المنطقة الكيرفنج نسميها سبلينيك فلكشر او نسميها ليفت كولونيك فلكشر، واضح؟ اللي هي هاي ليش الصورة شوية هاي نسميها السبليك فلكشر، تحول الترانسفيرس كولون الى شنو؟ السبليك كولون. المسنتري اوف ذا ترانسفيرس كولون شلون يصير وشلون يقسم لكم هذا الحكي حكيناه مسبقا، واضح؟ تطرقت له بهذا السلايد ايضا. والروت مال الميزو كولون مال المسنتري مال الترانسفيرس كولون نسميه ترانسفيرس ميزو كولون، الروت مالته وين يصير؟ زين هل حكينا سابقا في المحاضرات مال البريتونيوم كان الارتريال سبلاي اوف ذا ترانزيس كولون يجي من السكريال ريزنتريك ارتري من ميدل كوليك من ميدل كوليك ميبي سبلاي باي ذا رايت ليفت كوليك ارتريز عن طريق شنو الانستموسيس شلون يجي اللي قلت عليه نفس الشيء النيرف سبلاي الفينوس درينج العفو السوبريم مزكري الفين الليمفاتيك درينج السوبريم مزكري الليمفوس النيرف سبلاي مالته مين يجي بالنسبة للسمباثي يجي عن طريق تي 10 تي 11 تي 12 مين والسمباثي مين يجي مال ترانزفيرس الرايت تو ثيرد مين يجي من البوستيريور فينوس والليفت وان ثيرد مين يجي يجي من السيجمنتال هنا البيضة سيوم افقال يجي من السيجمنتال لول اس 2 اس 3 اس 1 اس 2 اس 3 شنو اس 1 شنو اس 2 اس 3 شلون السيمباثيك اللي طلع من هذول من اللاترال فورم قلنا عليه من السيجمنتال لول موكو انتيريور فورم بوستيريور فورم بالاس 2 سيجمنتال لول مال السبايرال كورد اس 2 اس 1 اس 2 اس 3 ايضا به اللاترال فورمز مال سيلز تطلع من عندهم باراسيمباثيك انرفيشن على ود تكمل لنا الباراسيمباثيك انرفيشن مع الترانسفيرس كولون والاذر بارتس اوف ذا كولون اللي هو الديسندنج والسيجمويد بعد منه الريكتر والابر هاف اوف ذا انر كانال اللور هاف اوف ذا انر كانال معنى ان هذا بيجي سوماتيك انرفيشن. البلاد سبلاي والفينوس درينج اللي كلهم جينا عندنا الديسندنج كولون السيجي والنروس بارت اوف ذا كولون بس تريترو تريتوريال فروم ذا ليفت كوليك فلكشر الليفت
هي كونتينيوس من بيسك بوينت كوتر. البوليتونيال ايضا ما تسوي ايضا كفر انترو ولاترال. لاترال ايضا راح يسوي لنا طحن مثل ما قلنا. فالكيرفينج فالديب كيرفينج ايضا يسوي لنا ما يسمى بالليفت باراكوليك جتر. واكو بعض الكادرز اللي 33% ممكن الديسندنت كولون بالقرين شنو؟ ممكن القرين يزقر. السيجمويد كولون شكله شلون؟ طبعا العفو هاي هنا نخلص لكم بالصور يعني الارتيريال سبلاي والفينس درينج مال الديسندنت كولون. فشوفوا ما حتى الدرس سبلاي. لخصت لكم بهاي الصورتين. فعليكم بعد كل شيء راح نحكي عنه. السيجمويد كولون شكله شنو؟ اس شيء زين اكثر شيء موجود بالبلس بالبلس. شوفتكم بالعمل اللي يوصل السيجمويد كولون يتحول الى ركه وشوفون الورم شلون يصير فيه ترانزليشن مثل ما قلنا الورم على اللارج انتستين بي دنس از امبلويكي بيتيميال كولار بي هوستريشن والورم مال اللارج قريب يوصل الليفل مال قريب يوصل الساكرا هذا ليفل او يا مرتبه مال الساكرا الساكرا سيجمنت اسيد يا ياسيد يا سيجمنت الساكرا اسيد 3 من يوصل الاسيد 3 بيرتبر الليفل او الساكرا يتحول الى ركتم. بس انتم مثل ما قلنا الوول مال الركتم الوول مال الركتم شنو؟ سموث تيريال كولايد رول اندسيس بيرتبر هالسريشنز كلها الركتم شو يسوي؟ ياخذ الاس الكيرفينج مال السكر هسه اللي جاي. السيجمويد كولون ايش بيه؟ بيمز اتز انترا بريتونيوم لو ريترو بريتونيوم ريترو بريتونيوم بيمز انتري لو ما بيمز انتري ها؟ شو تقولي بتي؟ بيمز انتري لو ما بيمز انتري ها؟ بيمز انتري لو ما بيمز انتري لا تخلونا نرجع راسي بالحاله انت ما عليك هذا سالفه شافي انت حلو بي ميزان تري سيجمويد كولون او ما بي ميزان تري ها تحسبهم راح يا انتم على راسي بوي سيجمويد كولون بي ميزان تري او ما بي ميزان تري ها؟ ما سألتك شنو الميزنتري بس قلت لك بميزنتري لو ما بميزنتري والله لو ما تجي المحاضرة أحسن ما دون نعمين البيبيوت والله عمركم أتينا على الميزنتري أتينا حتى الميزنتري مال السيجمويد كولون الروت مالته انفيرتد في شيب والروت يسوي كروسنج الياس تركتشر جاهز انا اسال بعض الطلاب اقول لهم بي ميزنتري ما بي ميزنتري ما يعرف هاي ما موطن على راسي انا هاي الحكي هذا ما يعرف شنو رايح صوتي وعاد شال مي والله حرام عليكم سويت وجوهنا معودين شباب اقول الامور ببساطه لا تعقدون لا تغركم المظاهر تبغي الامور ببساطه والله لا تعقدوا روها ببساطه والله سير سهل ما يصير هيك يعني انا سامي قلت لك السيجمويد بي ميزنتري لو ما بي ما تعرف وانا حكيت قبلها وطيتكم المحاضره قبل 10 ايام يعني هذا كل شيء ناطق هذا هبه يا ابني كل شيء ناطق والله مشكله شنو الصيدلاني اشرح لك والحسين ما غير بقاح على الحال والحسين هاي الصيادله كلها قاقيه وشرورهم ماشي العال العال عموما هاي هنا خاصه لكم الفينوس درينج والارتيريال سبلاي اوف ذا سيجمويد كولون النيرف سبلاي اوف ذا سيجمويد كولون يجي من السيجمنت من السيجمنت لبل ماركل من الصوره العليا مال السيجمنت الباراسيمباتيك مين اللي مال
سيجمون ماري جي فارس الفاناتيك ماري جي فارس الفاناتيك نفس أطلال أطلال السيجمون طاوع لي إلي عين خرق ماري ها يرجع راسي من حايفة سنونا سيراع وكم وطيب يلا عودي صبرتش ترى مو مشكلة احنا يعني ما يقرا العنوان مو مشكلة يعني اذا يقرا بيتابع يعني مو مشكلة احنا تازون يعني تروح تحشون وتدبون حشي ما تقرا ما تعرف شو اسوي لك انا يعني شلون اجيب هالمعلومة قوه طقطها راسك باوعني بعينك وقلبك مو وياي ما ادري قلبك وين المكتب وين الكنال المكتب يا ابني خير من شر مال الساحه زين بي حكي لخصنا ما اريد امنعكم بي ما يسمى ثري لكتشرز طعجات بالوول ماركت الابر والمدل واللور اكو فيه في التفاصيل حكي انا اشوفها مو ولا تهمني انا طالب انهم يعرفها زين الركتر من وصل ما يسمى شوفوا سهل السؤال من وصل هاي شو نسميها؟ سموها الليفيتر الاعلان الوسط هي هاي جزء مما يسمى بالبلفيك دايفرام شلون الدايفرام هذا؟ هو عبارة عن مصنع مال لحم تفصل لكم الثراسك كيج على الابدومينال كافيتي هاي البلفيك دايفرام اللي جزء من عندها اللي اكثر جزء من عندها ما نسميه الليفيتر الاعلان الوسط عضل هي سكيليتر مصر زين يعني ما اكو بعد في تفاصيل مال مصر ان شاء الله يعطوكم اياها المفروض يعطوكم اياها اهل الاوستاتيك توقفتوا شو اسمه هذا؟ شو يسموه؟ كوتس مال وكاتبو بروتكتيف سيستم؟ لا ما اعرفه انت اقول المفروض يعطوكم هذا البلبيك دايفرام فهذا البلبيك دايفرام ركبتوا يوصل البلبيك دايفرام وين بيرسنج ذا كلبيك دايفرام شوفوا وين سويش مثل البحيران وين بيرسنج الدايفرام يتحول الى شنو؟ الى الكلام واضح؟ زين هنا مثل ما تشوفون بهاي الصوره البلاك سبلاي والنيرف سبلاي دايركتر البلاك سبلاي بالنسبه للباراسمباتيك بتنتهي من الاسوان استوى سبلاي بالنسبه للسمباتيك منين يجي؟ جزء من الليفر تي 12 ان 1 او 2 واضح هاي الكريتيريا شو تمثل لان السمباتيك ترانش تكتبوا معي فيجي يجي منين هنا هاي بلاد سباينال كورد من هذا السيجمنتال ليفل فيجي من تي 12 سيجمنتال ليفل هذول اللاترال هورن اللي قلت لكم عليه اللاترال هورن رسمتكم اياها اللاترال هورن مال تي 12 ان 1 ال 2 يسوي هذا بري سينابتيك يسوي سينابسس بالجنجليا بعدين تطلع شنو بوست سينابتيك فايبرز هنا البوست سينابتيك فايبرز تروح عندنا للركبه البوست سينابتيك فايبرز يروح عند البلفس اكو هنا على الساكرم تشوفون ايضا ايش مثل شبكه هوسه من عندها يطلع فايبرز نسميه البلفيك سبلانتيك نيرفز شلون هناك سبلانتيك نيرفز الجريتر والنيسر والنس هنا نفس الشيء ايضا هذا يروح على هوسه موجوده شبكه على الساكرم يروح هنا يطل الى النيرفز مالته من البوست سينابتيك من عندهم يطلع بعدين نسميه البلفيك سبلانتيك نيرفز تروح تزود لنا المور مال البلفيس من الريكتم هذا بالنسبه للسمباتيك